محتاجين كيس لسان عصفور 400 جرام واحنا محمرينه، عندنا كمان نص كيلو من اللحمه المفرومه، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، ونص كوبايه من البقدونس المفروم، معلقه كبيره من الصلصه، زيت نباتي وزبده، بيضه، ومعلقه صغيره من الزعتر الجاف. ممكن تستبعدوا البيضه، انا هحط بيضه في الكفته بتخليها طريه وجميله، بس لو مش عايزينها شيلوها عادي. معلقه صغيره من الزعتر الجاف، معلقه صغيره من البابريكا، ملح، ومعلقه صغيره من الكمون، ورشه من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. يلا بينا هنبدا. بس ايه، انا البصل حاساه خشن قوي، هديله فرمه كده بالسكينه. خشن قوي على كفته، يعني ممكن يخليها تفك، فهنعمه سنه صغيره. يلا بينا نجيب سكينتنا ونجيب البصل هنا كده ونجهز البولة اللي هنعجن فيها الكفتة. عايزة بس زي ما قلتلكوا بالسكينة كده نعم البصل حبة، مجرد بس ما همشي فيه السكينة كده هينعم حبة، والقطعة الكبيرة قوي دي مش تبقى موجودة، وانا ده اللي عايزاه. انا مش عايزاه ينزل ميته ولا يبقى مفروم خالص، بس عايزاه يبقى قطعة اصغر مناسبة اكتر ان هي تبقى وسط خليط كفتة. بس زي الفل كده. بصوا بقى انعم شويه، وده كده انسب كتير للكفته. يلا بينا نبدا دلوقتي نجمع كل مكونات الكفته. في البوله هنا عندي هحط اللحمه المفرومه، هحط البصل، البقدونس برضو عايزة انعمه شوية، الكفته لا عايزه الناعم قوي الميه ولا عايزه الخشن قوي، الاثنين هيخلوها تفك، الوسط هو اللي بيظبط معاها. اللي حابب يضرب كفتته في الكبه براحته، انا مش من هوايه الحركه دي قوي. حطيت الثوم، حطيت البيضه، بحب بس اديها تقليبه كده قبل ما احطها، اختياريه، هي بتخلي الكفته احلى، بس براحتكم. انا كمان حاطه للكفته معلقه صلصه، شوية كمون، شوية زعتر، شوية بابريكا، زيت، فلفل، ملح، وهنعجن كل الكلام ده مع بعضه. نعجن كويس،
بالظبط بالظبط بالشكل ده. بما اننا ما بنعملهاش في الكبه فمحتاجين تتاكدوا بس كويس جدا انكم عجنتوها حلو عشان لما تيجوا تشكلوها تبقى متماسكه. لقيتوها طريه بزياده، ممكن تحط لها شويه بقسماط بس هي تمام كده قوي مش محتاجه. انا ممكن والله في الفصل اديها رشه بقسماط، هشوف، مش هجرب كده اغلف واحده واشوف على اساسه اقرر. تعالوا كده نجرب، نشوف ايه الاخبار ونشكلها، نشوف متماسكه ولا عايزه مننا شويه بقسماط. ممكن تحطوا بقسماط، ممكن تحطوا دقيق، ممكن تحطوا نشا، اقلهم كتمه للكفته هو البقسماط، عشان كده هو اللي بنرشحه دايما انه يتحط. تعالوا كده نجرب ايه الاخبار. انا حاسه انها تمام كده مش محتاجه حاجه. لا ممكن احط لها شويه بقسماط، بصوا طريه قوي فانا مش عايزاها تبقى طريه قوي كده، بس ده معناه طبعا انها هتبقى جوسي جدا، فهحط لها بس شويه بقسماط يمسكها مش اكتر من كده. فايه رايكم هنطلع فاصل صغير جدا، انا هدي رشه بقسماط للكفته وابدا. انا حطيت شويه بقسماط للكفته وسويتها شكلتها اسفه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وعايزه دلوقتي اسويها. هشتغل على ناحيتين، ناحيه لسان عصفور وناحيه كفته، واجمعهم في الاخر في حاجه واحده. فعايزين حله، حله يا ساره، حله يا ناخد حله كبيره نبقى براحتنا. حله اهي دي اللي هجهز فيها لسان العصفور بالصوص بتاعه بكل حاجه، والناحيه الثانيه هسوي الكفته. يلا الكفته هنحط لها شويه زيت ومعاهم مكعب من الزبده، ونسيبهم يسخنوا مع بعض عشان هنسوي الكفته في الطاسه دي. بس لازم الطاسه تسخن كويس جدا، يا اما الكفته هتنزل ميتها وتفك. هنا بقى عايزه اجهز الخلطه بتاعت لسان العصفور اللي هسويه فيها. فانا عندي هنا بديل كريمه الطهي او بشاميل، كله ينفع. هنزله وهضيف معاه برطمان الصلصه اللي انا عاملاه، فاكرين حلقه اول امبارح. هاخد مع الصلصه دي، بصوا انا بعمل ايه، باخد شويه مرقه كده في البرطمان ده، طبعا يعني ايه حركه كل ست مصريه اصيله ما بخترعش يعني، اهو عشان ننضف بس الايه الصلصه اللي فاضله في البرطمان. وهحط لهم كمان معلقه من الصلصه، وشويه من المرقه، وهستنى الخليط ده يغلي وانزل فيه لسان العصفور اللي انا محمراه. هاجي دلوقتي اقلبه بمضرب سلك واظبطه، بس عايزه الاول احط الكفته هنا عشان الزيت والزبده سخنوا كويس. يلا بينا. الكفتة اللي مكورناها كور متوسطة، وانزلها في الصينية.
كل الكفته، ما نلزقش الزياده يعني، عايزين يبقوا جنب بعض بس ما يبقوش فوق بعض عشان كل واحده تبقى ملامسه للطاسه بتتحمر. رصة معلم. يلا بينا الكفته كده ما بنقلبش، بنسيبها بصوا كده يعني هز بس كده، بس نديها فرصه مسامها تقفل تماما. ونيجي هنا بقى ايه، عايزين نظبط الصوص ده بفلفل اسود وملح ورشه من جوزة الطيب. انا مش حاطه له اي دهون عشان الكفته بتاعتي هتنزل فيه فيها دهون كافيه، كميه كافيه من الدهون ان هي تظبطه، مش محتاجين نزود عن كده هيبقى دهني قوي. نشيل الحاجات الفاضيه ونيجي نقلب كده. بس زي الفل، احنا مستنيين الصوص يغلي عشان نقوم منزلين فيه لسان العصفور والكفته اللي اتشوحت. نيجي بقى كده ايه، نشوف ايه الاخبار هنا، هل نقلب هل لسه. استنى انا بحب اعملها كده عشان ما نجرحش حاجه. بالراحه خالص يا جماعه، انا بحب الكرمله دي طبعا جدا، هتدي غنى لطعم الصوص مش طبيعي. يلا نسيبها تتحمر على الناحية التانية، بعد كده هنزلها في الصوص. بس الأول لسان العصفور في الصوص، نقلب وده برضو هيبقى فيه شوية صوص مش هيبقى ناشف. وهاجي اخد الكفتة انزلها فيه بالعصارة بتاعتها بالجوس اللي نزل منها بكل حاجة، ما عنديش مشكلة خالص ان شوية الزبدة دول نزلوا لان انا مش حاطة اي دسم في بقية الوصفة. بس كده وهنعمل ايه، هنغطي عليهم ونسيب بقى كل ده يغلي مع بعضه ويظبط ويستوي لسان العصفور، يكمل سواه والكفتة تكمل سواها وتنزل طعمها، بس هيفضل فيه شوية صوص. بصوا الكفتة اهي ولسان العصفور بيستوي وسطها، انا محتاجة اوطي النار بس كده واسيبهم بقى مع بعض على نار هادية لاخر الحلقة، وهغطي كده علشان هو قاعد يطرطش في كل حاجة. لسان العصفور بيستوي وده كده كريمي قوي يا جماعة، هو المفروض يكون كده، والكفتة مستوية وفي وسطه وحاجه اخر عظمه. اللي حابب يقلل الصوص يقلل، بس انا ما انصحش ابدا لان هو حلو قوي 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 بالصوص، والدنيا هنا لطيفه جدا. انا هعلي شويه يلا بينا. ممكن على فكره بعد ما يتحط في طاجن يدخل الفرن وشه يحمر لو انتوا عايزين. لازم اصطاد شوية لسان العصفور اللي باقيين في الحلة دول، مش هيتسابوا، مش هسيبكم. ناخد كده الكفتة نوزعها عشان ما تبقاش كلها في مكان واحد، والصوص كمان نوزعه. انتوا هتغلبوا، انا عارفة انت هتقولي انتوا هتغلبوا. كفتايه اتكسرت في النص يا جماعه ولا اي حاجه، مش حوار خالص، مفيش اي مشكله،
عادي جدا. نمسح طرف الطبق واحنا متعمدين انه يكون صوصي قوي كده. اللي عايز اقل يقلل المرقه، اللي عايز يدخله الفرن يعمله زي الطاجن ويدخله الفرن زي المكرونه البشاميل كده، وشه هيحمر وهيبقى قمر برضو، بس يعني هو عظيم كده مش محتاج اي حاجه صدقوني.